في معراب عقد ليلة الأربعاء لقاء موسع تخلله عرشاء ضم إلى رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع، رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة، وكل من الوزير السابق محمد شطح والنواب أحمد فتفت وجورج عدوان وإلي كيروز. وأكد المجتمعون ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب جديد توافقي، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وخلصوا إلى أن الصيغة الأمثل في الوقت الحاضر هي صيغة القانون المختلط، واتفق المجتمعون على ضرورة استمرار التواصل ساعة بساعة.